أهدافي بالتأكيد لعشاق الساحرة المستديرة، ومن ثم نتواصل عبر فقرة اليوم وإضاءات حول أهم الأحداث الرياضية عبر الزميل والصحفي عثمان الأزباط. إحنا بنرحب بك عبر هذا الصباح، نقول لك صباح الخير وسنتأخر عليك. صباح الخير عليكم، صباح الخير على مشاهدي الشروق. حبابك يا عثمان. ليلة كرة الهلال والسوكرتا، يمكن مباراة وصفها الكثير بأنها مهمة. نتحدث عن هذه المباراة، نتحدث عن موقف الفريقين في روليت الممتاز. نعم، كان مباراة الهلال هالعرب من المباراة صعبة جدا. هالعرب دائما من صدور الدور الممتاز الملقب بالسوكرتا، دائما يعني له وقفات قوية مع الهلال المريخ، سواء كان في برسودان أو في الخرطوم. فكثير تعثر الفريقين أمامه، دائما بيلعب بقوة أمامه، خاصة إنه هالعرب في هذا الموسم أو الجولات الأخيرة حصل لها انتفاضة قوية. آخر جولتين عاد بتعادل سمين من القضارفة ومن الشرطة، وحقق الفوز على الهلال الأبيض في برسودان، والآن يملك 11 نقطة، وبدأ بداية جيدة في الجولات الأخيرة، بدأ يستعيد توازنه ويسعى لتحقيق المفاجأة أمام الهلال حتى إنه يتقدم لمراكز الصدارة. العرب كل مبارياته في الدور الممتاز الأخيرة كان مقدم مستوى جيد في كل خطوط الملعب، وبحقق نتائج جيدة، حتى إنه فرض التعادل على المريخ الخرطوم هنا في الخرطوم. فده بيأكد إنه الفريق ماشي في تطور، ويسعى إنه يحقق الفوز أو التعادل على الهلال، خاصة إنه نتائج الهلال في الدور الممتاز في الجولات الماضية تغري أي فريق إنه يحقق يقدم مستوى جيد أمامه، خاصة بعد ما خسر الهلال أمام الأمل العطبرة وهلال كادوغلي في الخرطوم تحديدا. فبالتالي هالعرب اتعادل مع المريخ في الخرطوم، وهو دائما فريق كبير، وبالتالي المباراة هتكون صعبة جدا على الهلال إذا لم ينتبه الجهاز الفني ويضع الاحترام المناسب لهالعرب. لا محالة هيخسر ويتعادل، هو يملك 11 نقطة وبيحقق في نتائج جيدة جدا، فده ما بمنع انه يحقق الفوز والتعادل على الهلال في الخرطوم. الهلال بعد تعثره وفقدانه 8 نقاط خسارة أمام الأمل العطبرة وهلال كادوغلي والتعادل مع أهل العطبرة، عاد واستعاد توازنه وحقق فوزين على أهل شندي وأهل مروي. أهل شندي بالخرطوم على المروي في كريمة، وبدأ استعيد بعض فريقه، يعني الفوزين منحنه الثقة في أنه يواصل مسيرته بحسب 13 نقطة، ولكن فقد 8 نقاط في المقابل في الجولات الماضية. وبالتالي الهلال يسعى لعدم التفريط في اي نقطه خلال الفتره القادمه، خاصه بعد فوز المريخ، عودته بالعلامه الكامله من الفاشر، فوز على المريخ والهلال الفاشر، فاصبحت المنافسه حتى انديه الوسط بدات تتقدم في ترتيب الدوري. شفنا يمكن حي الوادي نياله، شفنا حي العرب نفسه، هلال الأبيض، يعني بعض الانديه بدات تتقدم. فبالتالي تعثر جديد للعملاقين ممكن يفرض واقع مختلف في الدوري، وبالتالي الهلال يسعى للفوز، وحي العرب ايضا يملك الدوافع لتقديم مباراه جيده، فالتكهن بنتيجه المباراه صعبه عليه. فنيا الفريقين وضعهم كيف؟ جيد جدا. حي العرب زي ما قلت لك يمكن 3 مباريات حقق نتائج جيده جدا في اخر 3 جولات، تعادل مع المريخ في الخرطوم، وتعادل مع الشرطه القذارة في القذارة، حتى على مستوى اللاعبين في الملعب، يعني على مستوى خط الدفاع، الهجوم، الوسط، يعني استعداد الفريقين من ناحيه فنيه يعني. نعم، من ناحيه فنيه جيد جدا، ما في غيابات في الفريقين، كل خطوط اللعب في حي العرب والهلال جيده، كل اللاعبين الاساسيين اللي قاعدين يشاركوا بشكل مستمر خلال الجولات الماضيه موجودين في تشكيله الفريقين. فبالتالي الاثاره هتكون حاضره في مباراه اليوم، اتوقع انها تكون مباراه قويه، خاصه انه الموسم الماضي حي العرب كان يعني اقترب من تحقيق الفوز، تقدم على الهلال او مباراه التعادل، كان في اخر الدقائق كانت مباراه قويه جدا، دائما يلعب مع الهلال بقوه حي العرب، فنتوقع انه المباراه تكون مميزه على المستوى الفني. يعني هي مهمة صعبة بالنسبة للفريقين، ومواجهة صعبة بالتأكيد. من الهلال هنمشي للمريخ، والمريخ مهدد بفقدان محمد عبد الرحمن. نعم، محمد عبد الرحمن يمكن الكل يتحدث عنه باعتباره لاعب قيمة فنية عالية جدا، ومن اللاعبين المميزين، كان هداف البطولة العربية النسخة الماضية، ومن اللاعبين اللي قدموا مستويات جيدة على المستوى المحلي والعربي والأفريقي. فبالتالي الاهتمام به، لأنه اللاعب عقده انتهى يوم الخميس يوم 31 أكتوبر، حتى الآن مجلس المريخ لم يدفع بأي عرض رسمي للاعب لتجديد عقده، خلاف كذا حتى مجلس المريخ اللاعب غاضب على المجلس، لم يدري أي اتصال خلال 3 أشهر اللي أمضى في الدوحة، تعرض للإصابة اللاعب كان بشعر المريخ، وبالتالي مجلس المريخ كان قلها من ناحية معنوية يقف مع اللاعب يجري اتصالات تطمن على حالته. خلال كل هذه الفترة لم يجري مجلس المريخ أي أحد من أعضائه اتصال باللاعب. صحيح رابطة المريخ بقطر تكفلت بعلاجه حتى الآن، وهو شكرها على الوقفة الكبيرة معه، ويمكن الحاجة الوحيدة التخلي ارتباط محمد الرحمن بالمريخ، الرابطة المريخ بقطر، لأنه غاضب جدا عن المجلس في آخر حوار له مع طارق نفسه حقت جون،
فبالتالي حتى الان مجلس المملكه لم يقدم عرض، ده ممكن يفتح الباب امام الهلال لتقديم عرض خاص انه الهلال فقد اللاعب، وتسجيل محمد رحمان في الهلال يمثل ضربه قويه لمجلس المملكه. في فكره يعني في فرق يعني غير الهلال حابه تضم اللاعب؟ نعم، هناك عروض من بعض الانديه الجزائريه والسعوديه. اللاعب اكد في حواره مع جون الاسبوع الماضي انه هو حيكون انتقال بمناسبه مفاجاه لفريق خارج السودان. محمد رحمان نجد اهتمام منذ تالق البطوله العربيه و حصوله على لقب الهداف، كان فيه اهتمامات من وكلاء وانديه رصدوا مشوار اللاعب، من ضمنها انديه جزائريه فاوضت اللاعب، المولودين قبل دفع بعرض رسمي من المريخ، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق واللاعب غادر الجزائر. ايضا نادي احد السعودي وبعض الانديه السعوديه والجزائريه والعربيه الان تجري مفاوضات مع اللاعب محمد الرحمن، والاحتمال الراجح انه اللاعب يحترف في نادي عربي. انا يعني من خلال حديثه وكل المؤشرات تؤكد انه لن يلعب للهلال او المريخ. صحيح الهلال زي ما ذكرت في بدايه حديثي انه يطمح في عوده اللاعب من جديد وتسجيل ضربه اداريه للمجلس المريخ، لانه اللاعب لا زال صغير في السن ولديه الكثير يقدمه خاصه بعد شفاء الطامن من الاصابه. فبالتالي حتى الان المريخ لم يقدم عرض والهلال يطمح بتقديم عرض، لكن الاقرب انه اللاعب يحترف في نادي عربي خلال الفتره القادمه. الاغرب كده. طيب نبقى في المريخ، ممكن حملت الاخبار انه حسم موقف مدرب المريخ الجزائري. صحيح، غالبا خلال الساعات القادمه مجلس المريخ حسم امر المدرب الجزائري، والراي الغالب انه المريخ حينهي عقد المدرب الجزائري بالتراضي عطفا على ما قدمه مع الفريق، تعادل مع اهل عرف الخرطوم وخسر من نوادي نياله. إضافة إلى ذلك بالتراضي دي مطمئن شوية يعني عشان ما نرجع نتائل للدائرة بتاعت جارزيت صحيح، أيوة الشرط الجزائي واللي يكون في مقدم عقد وشكاوى وكذا، لكن هو لا المدرب تحدث في كم حوار صحفي بعد قرار عودته من الفاشر من مجلس الإدارة، أكد أنه هو العقد مكتوب فيه أنه يتم إنهاء العقد بالتراضي. التراضي دي ممكن مجلس المريخ يمنح المدرب حافز أو متبقي المبلغ المتفق عليه ويوافق على نهاية عقده. المرجح انه المريخ انهى عقد الجزائري خاصه بعد نجاحات جمال ابو عنجه في الفاشر. جمال ابو عنجه تم تكليفه باداره مباراتي الهلال والمريخ الفاشر، حقق العلامه الكامله. المريخ حصلت على 6 نقاط، ودي يعني صعب جدا انك تعود من ملعب النقعه ب6 نقاط. خلاف كده المريخ عادت لروحه، كان في مستوى مميز في اداء جيد في كل الخطوط عكس ما كان اشراف المدرب الجزائري. فالراي الغالب لدى مجلس المريخ استمرار جمال ابو عنجه. اول حاجه من ناحيه ماليه بيكون مجلس المريخ يعني كل ما يكون في استغرار أيوة. بيكون في عطاء أيوة المدرب يعني الوطني الجيد جمال ابو عنجه عارف امكانيات اللاعبين، المدرب الجزائري يحتاج لوقت طويل جدا حتى تعرف امكانيات اللاعبين ومن ثم وضع التشكيله. فبالتالي الراي الغالب انه استمراريه جمال ابو عنجه من ناحيه ماليه التكلفه اقل من مجلس المريخ. ففي خلال الساعات القادمه في الغالب انه المجلس ينهي عقد المدرب الجزائري بالتراضي، واستمراريه جمال ابو عنجه الحين اشعار اخر. تمنيات التوفيق بالتاكيد. وحنمشي ل يعني دكتور حمدوكي عزي الوسط الرياضي في الفقيد زغبير، ومن ثم يعني يتمنى للرياضه التوفيق والتقدم في المرحله المقبله. ممكن تعازينا لكل الوسط الرياضي والهلال على الوجه الخاص بوفاه الكابتن عبد الفتاح زغبير، نسال الله ان يتغمده تقبله قبول حسن. زغبير كان يعني من اللاعبين الزاز، قدم كثير للهلال خلال مسيرته، لاعب ومدرب واداري وايضا مع المنتخب الوطني. اخر هو قبل وفاته كان ينشط في إدارة نادي الهلال ويقوم بمهام جيدة في المجلس على مستوى فريق الكرة، وساهم مساهمة فعلة في الاستقرار اللي حصل في كثير من المشاكل في بين اللاعبين، يعني كان لاعب فيها دور كبير، نسأل الله أن يتغبر قبول حسن. خطوة حمدوكي غير مستغربة عليه، وأنه رئيس رقم مشغوليات ودولاب العمل اهتم بالرياضة، تعزيته للوسط الرياضي بيتقربوا من الرياضيين، خاصة انه شهدنا يعني دائما في الأحداث السابقة انه ما في اهتمام بالرياضة حتى على مستوى الفعاليات وحتى مستوى الوفيات على مستوى المسؤولين يعني. صحيح، كثير من المسؤولين ما كان عندهم علاقة بالرياضة ولا بالشباب أصلا. صحيح، توفى كثير من الرموز الرياضية لم يعزي أحد أو يعني يصل نعم. للأسرة. ايضا حديث حمدوك عن تطوير الرياضه والاهتمام بالموهوبين ده ممكن يعني خبر مفرح للرياضيين، خاصه انه الدوله زي ما قلت 30 عام النظام السابق لم يهتم بالرياضه. بالتالي نتمنى انه رئيس الوزراء يعني يهتم بالرياضه اكثر ويخصص ميزانيه مقدره لدعم المنتخبات الوطنيه والانديه حتى انه يستعيد السودان وضعه الكروي في على المستوى الغربي والعربي، خاصه انه الرياضه اصبحت الصناعه وتعتمد في الاساس على المال لدول كثيره عادت من خلفنا وتقدمت بفعل الميزانيات الضخمه والاكاديميات لتطوير كره القدم، واصبحت في مصاف المنتخبات والانديه العالميه بفضل الاهتمام من قبل الدوله. نعم.
ماذا عن حديث شداد حول المطلق الصراحة؟ نعم، كان ممكن جدل داير حول المطلق الصراحة، خاصة انه يعني اكثر من قريب 700 لاعب او اقل او اكثر انتهت عقوداتهم يوم الخميس اللي هو 31 اكتوبر. درجة العادة في الاعوام السابقة عندما ينتهي عقد اللاعب او قبل ينتهي قبل شهر او اسبوعين يتم مفاوضة معه لتجديد عقده لمواسم قادمة او الانتقال لنادي اخر خلال هذه الفترة. هذا الموسم، لان الموسم بعد تقرير رزنامة الاتحاد السوداني والتزامه مع الرزنامة الدولية اصبح انه التسجيلات الرئيسية حتنطلق في يناير، وبالتالي العقودات حتنتهي 31. ما في اي طريقة تفاوض. شداد اكد انه اي لاعب عقده انتهى في 31 اكتوبر يمكن لادارة النادي هو تمدد معه عقد للشهرين اللي هو نوفمبر وديسمبر مع منحه حافز مضاعف على الرواتب الشهرية خلال الشهرين ديل حتى انه يكمل الموسم مع النادي، ومن ثم تجديد مع النادي او الانتقال لنادي اخر حسب رغبة اللاعب. موسم التسجيلات القادم. وبرضه في نفس القرار يعني في حرية للاعب انه اللاعب اذا رفض انه يجدد خلال الشهرين ديل هو حر، لكن لا يسمح له القانون بانتقال لاي نادي الا تكتمل فترة الموسم 31 ديسمبر ومن ثم 1 يناير تبدا التسجيلات انتقل لاي نادي اخر. في حديث امس يمكن كان حي الوادي نيالا دفع بشكوى ضد الخرطوم الوطني في لعب محمد مصطفى باعتبار انه اللاعب انتهى عقده يوم الخميس وشارك في مباراة الوادي والخرطوم الوطني. تذكرت في حديثه في ذات الصدد انه اي شكوى ترد للاتحاد في هذا الخصوص شكوى غير مقبوله شكلا، لانه اي لاعب بحق عليه يمكن الخرطوم الوطني يجدد مع اللاعب او اتفق معه انه يمنحه حافز شهرين، والا ما كان الاداره شركه اللاعب ومنحت الفعل عموما في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوسط الرياضي كيف يعني وسط الانديه. تذكرت انه الحديث ده تم بعد القرار تم بعد اجتماع بين لجنه شؤون اللاعبين قرر هو وادارات انديه الممتاز. ما في اي اعتراض من قبل الادارات ولا حتى لاعبي الانديه كان لديهم اعتراض على هذا القرار كان مسبق، وبالتالي هو اكد انه اي لاعب اي نادي من حقه يمدد عقد لشهرين يضاعف حافظه اذا حصل اي تنصل من الاتفاق ممكن اللاعب يشتكي، وممكن اللاعب هو الخيار له ممكن يمدد الشهرين او يرفض ويواصل تمارين خلال الشهرين وينتقل للنادي اللي يرغب فيه. اما اذا راقب في استمرار مع ناديه يمنح حافز مضاعف في مدة الشهرين اللي هو نوفمبر وديسمبر 1 يناير التسجيلات بتبدأ ينتقل لأي نادي لكن يعني يستمر في التمارين وكده. أيوة. عشان يحفظ حقه إذا رفض إنه يجدد يستمر في تمارينه حتى إنه يرقب في النادي اللي ينتقل له بعد 1 يناير. طيب يعني مباريات القمة دائما بيكون في ترقب كده من الجمهور بالنسبة لها، ولجنة المسابقات هي بتأكد قيامة في مواعيدها. نعم، مباراة القمة كان مهددة باعتبار انه مشوار الهلال في دوري المجموعات الافريقية باعتبار انه الهلال حلب مباريات متتالية في البطولة الافريقية، ولكن لجنة المسابقات اكدت امس انه مباراة القمة غايمة في موعدها اللي هو 23 نوفمبر الجاري، وهي لا تتعارض مع مباريات الهلال في البطولة الافريقية حسب حديث رئيس اللجنة الفاتح بناي، باشمهندس الفاتح بناي اكد انه المباراة غايمة في موعدها ولا تتعارض مع مباراة الهلال، وفي وقت كافي انه الهلال يرتب اوراقه الفنية جيدا لمباراة القمة. وهي مباراة ترقبت جمهور لأنه زمن طويل الهلال من رحم لعبه، هي ذاتها ممكن تساهم في إعداد الهلال بشكل جيد للمباريات الأفريقية المتبقية في المجموعات، على اعتبار أنه مباراة القمة والمباراة القوية ممكن الهلال يستفيد منها فنيا وبدنيا في استعداده لمباريات المجموعات الصعبة. نعود للمريخ واستعداداته لمواجهة الخرطوم الوطني اللي تخلي بيجي اسمه خرطوم الرياضي تقريبا. نعم صحيح، الخرطوم المريخ يمكن بعد عاد من الفاشر منح اللاعبين راحه يوم واحد وعاد للتدريبات، حيواجه الخرطوم الوطني في الجوله الثامنه الدور الممتاز يوم الثلاثاء المقبل. مباراه صعبه جدا، الخرطوم يقدم في عروض جيده ودائما ايضا يعني عشان مثله مثل حي العرب دائما يؤدي بقوه امام المريخ، كثير المريخ تاثر بالتعادل وخسر من الخرطوم الوطني، فالمباراه صعبه. المريخ يسعى انه يواصل تمارينه ويرتب اوراقه جيدا لمباراه الخرطوم حتى انه يواصل انتصاراته في الدوري ويعزز حظوظه للاحتفاظ باللقب اللي احرزه الموسم الماضي. نعم، هنمشي برضه للرابطه كوستي يهزم اهلي مروي ونتحدث عن هذه المباراه. نعم، الرابطه كوستي يمكن امس فاز على الاهلي بهدف وارتفع ل 8 نقاط، كان عنده 5 نقاط من فرق المؤخره، وفوزه خلاه يعني يصعد على حساب 4 انديه، انتقل من المركز قبل الاخير المركز ال 12. فوز الرابطة 8 نقاط، دخلوا أندية الوسط مع الرابطة كوستي 8 نقاط والشرطة القذافي 8 نقاط، وفي المقابل تأزم موقف الأهلي مروي كثيرا في الدوري، الأهلي مروي لعب 7 مباريات حتى الآن في الدوري، لم يحقق الفوز في أي مباراة، تعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات. الأمر ده يعني ترك أثر في نفس جمهور الأهلي اللي هتف ضد المجلس، أمس مجلس الإدارة تقدم باستغالات جماعية من إدارة نادي الأهلي،
ويعني ناشد الرياضيين بمروي والمسؤولين حتى انه يكونوا مجلس تسيير او لجنه تطبيع تقود النادي خلال الفتره القادمه. المجلس اكد انه هو يعاني من ازمه ماليه دفعته لتقديم استقالته لا يستطيع الصرف على هي الازمه ازمه ماليه لانه الاهلي العام الماضي كان قدم عروض جيده جدا رغم صعوده ويعني نجا من الهبوط وكان ضمن انديه الدوري الممتاز. هذا الموسم اذا واصل في هذا بنفس المستوى يكون مصير الهبوط مع انه ممكن 7 مباريات لم تحقق الفوز تحصل على 3 نقاط فقط. نتمنى من الحاديمين على الاهلي انه يلتفوا حول النادي والفريق للمرحله القادمه يكونوا لجنة تسيير تقود النادي ويتم الدعم من قبل المسؤولين في كريمة هم يعني لا ينقصهم المال حتى انه يستعيد الفريق وضعه في الدوري الممتاز ان شاء الله. نعود عطفا على تسجيلات الهلال يوقع عقودات مبدئية مع الرباعي. نعم الهلال كان برضه في حديث عن زمان طبعا المنافسة بتكون بين الهلال والمريخ في اللعيبة بتنتهي عقدهم من بدري يكون في مفاوضات يكون في يعني عروض مالية كبيرة في زمان كانت في قروش المريخ عاني ماليا فبالتالي الهلال عانات مجلس المريخ المالية يعني منحت الهلال فرصة انه يعني يفاوض لعبته بكل اريحية وخاصة انه ما في عروض من اندية تانية فبالتالي المجلس جلس مع اللاعبين كان في حديث انه اشترطوا تسليم مستحقاتهم كاش قبل التوقيع على العقودات ولكن هو يبدو انه العقودات المبدئية دي لمدة الشهرين اللي ذكرناهم اللي هو نوفمبر وديسمبر ومن ثم بعد شهر يناير تبدأ التسجيل الرسمي اما بالاستمرار او المغادرة لاندية تانية باعتبار انه هم يعني خلال الشهرين ديل حيمنحهم المجلس حافظ مضاعف لما فوقوا مشكلة المريخ أمير كمال والتكت محمد حسن التكت ومحمد درحمان وتاج إبراهيم برضو ما في منافسة من الهلال المريخ اتفق معهم ولكن لحد الآن لم يوقع معهم عقودات بالتالي ممكن الهلال المريخ يمنحوا الأربع لاعبين هنا وهناك الراتب المضاعف للشهرين اللي هو شهر نوفمبر وديسمبر عندما تبدا التسجيلات وتبدا المعضله الحقيقيه الهلال يمكن وضعيته افضل ولكن المريخ الاربع لاعبين يعني حاليا الوضع المالي متأزم جدا في نادي المريخ، المريخ لا يملك لديه مشاكل ماليه فاللاعبين هم مستمرين والتزموا المجلس انه يستمروا في مع النادي ولكن الوضع المالي صعب جدا فما اعرف مجلس المريخ دبرته للتسجيلات كيف مع 4 لاعبين مهمين من الاعمده الاساسيه في الفريق، مجلس الهلال حيمنح اللاعبين الحافز ولكن بعد يناير ربما حدثت متغيرات لانه اللاعبين اشترطوا تسليم مستحقاتهم كاش خاصه ما بش الصغير لانه كان لديه مستحقات سابقه قبل فبالتالي مجلس الهلال حيواجه صعوبه جدا في اعاده تسجيل رباعهم من العمل الاساسيه لاعبين اساسيين في الفريق فبالتالي يعني الشهرين القادمات سهله على ادارات الناديين الهلال والمريخ ولكن بعد يناير حتواجههم معضله في انه توقيع العقودات لابد من توفير كاش لاربع لاعبين التسجيلات رغم انه ما في منافسه من المريخ ولكن تتطلب وضع مالي يعني اللاعبين الاربعه ديل ما اقل من 6 او 5 مليار على اداره النادي واللاعبين اشترطوا تسليم الكاش على اعتبار انه وجدوا مماطله سابقه من الادارات فيما يتعلق بالمستحقات الماليه. نعم مسلسل المدربين برضه في فريق المريخ مستمر ولكن في هذه المره حسم المدرب الجزائري بتفتكر انه حيكون في تغيير في فريق المريخ وفي اداؤه في المرحله الجايه؟ والله صحيح هو جمال ابو عنجه زي ما قلت لك يعني بدا الفريق لانه هو قريب من اللاعبين وبحكم انه مقيم في السودان وعارف كل صغير وكبير عن المريخ ووجود برضه الكابتن حامد بريم في الجهاز الفني ده منح الجهاز الفني وضعيه افضل اعتبارهم لكن المدرب الجزائري دائما ادارات الانديه في الهلال والمريخ وخلافهم انديتنا السودانيه عموما بتبدا طريقه خطا في اختيار المدربين، المدرب الاجنبي اي نادي في العالم بحضره قبل شهر او شهر ونص من ختام الموسم أيوه. بكون قاعد مراقب في المدرجات يتابع كل صغيره وكبيره برصد كل حركة اللاعبين ومستوى الفريق وبتعرف على أجواء الدوري السوداني نفسه ونفسية اللاعب ومن ثم يحدد يكون مشرف على عملية الإحلال والإبدال هو اللي بيحدد مين اللي غادر من اللاعبين والخانات المطلوبة يكون عمل قراءة للفريق نعم لما يبدأ الموسم بكون هو عنده خلفية جيدة وبكون عرف قدرة اللاعبين ممكن يحقق نجاح كبير ولكن دائما ادارات الانديه في السودان يعني بتتعاقد مع المدرب في منتصف الموسم بتظلمه في نفس الوقت احنا ما بنقدر نقول المدرب ده فاشل هم ما عارفين معلومات انه المدرب ده لما نجي يعني في نص الموسم ده خطر على الفريق اكيد في طبعا هو في مشكله لانه يعني غالبيه الاداريين ما لعبوا كوره ما عندهم علاقه هم راس ماليين في السودان دي واحده من الاسباب اللي خلت الشان الفني يعني فيه تراجع دائما فالمدرب معروف انه لما تجيبه بنهايه الموسم ويبدا بدايه الموسم يكون قضى شهر ونص قبل الموسم يبدا وهم كون فكره ممكن يحقق نجاح لكن انت المدرب بتكون جبته نص الموسم ظلمته يمكن يكون مدرب عنده قدرات كبيره جدا وكثير من المدربين قادروا الانديه العربيه حققوا نجاح
لانه يكون محتاج لفتره طويله تعرف قدرات اللاعبين على اجواء الدور السوداني ونفسياتهم. أيوه. ومن ثم برضه في عامل مهم جدا عن الترجمه، يعني استثنينا المدربين العرب والمدربين الاجانب، اللاعب السوداني طبعا معروف انه في لعيبه كتار جدا تفاهم يعني. محتاج الوقت، فالمساله دي دائما اداره الانديه عليها انه مستقبلا انه ملف المدربين يحتاج لترتيب جيد، التعاقد مع المدرب قبل بدايه الموسم حتى انه لا تظلمه ويحقق النجاح. يعني كثير من المدربين بيكتنزوا الاف الدولارات من انديه القمه بسبب العقودات، ايضا برضه هناك مشاكل قانونيه في العقودات، دائما المدربين بوكلائهم بيفترضوا مساله بتاعت العقودات دي بيكون فيها لعب، دائما في جهل بالقانون من الادارات، ثغرات كثيره بتكون اي شكوى للفيفا دائما النادي هو المتضرر، هيدفع قروش كثيره جدا صبغ المدربين كتار جدا، فبالتالي مجلس الملك ممكن فطر للحاجه دي، ما في شرط جزائري انه المدرب الجزائري خلال مثلا عقده العام حال نهايه العقد من قبل الاداره يمنح حافز العام كله. فالعقد كان مكتوب فيه بالتراضي، دائما الانديه عليها انها تتخذ خطوات زياده في موضوع فيه. نعم بخصوص التعاقد مع المدربين بخصوص الثغرات القانونيه والتعاقد معهم في وقت مبكر حتى انه تمنحهم فرصه يقدموا جديد للفريق ويطور من قدراته وفي نفس الوقت يحققوا النجاح. ممكن تجيب مدرب في منتصف الموسم بعد شهرين تغييره تكون ظلمته وظلمت ناديك وخسرت ماليا، يكون في هارموني بين الفريق والمدرب. نعم طيب نمشي عالميا في عدد من المباريات في دوريات، لكن قبل ما نخش المباريات نتكلم عن إصابة جاريث بيل، يعني الإصابة اللي أثارت جدل كبير جدا يعني. صحيح، يمكن جاريث بيل يمكن دي الإصابة 26 له في مسيرته، لا أكثر لاعب بيتعرض لإصابات كثيرة جدا جدا. لا طبعا لفترة طويلة غايب من تدريبات الريال وذهب إلى لندن قبل يومين، في حديث كان أن نهاية الموسم إنه ينتقل للدور الصيني، ورغم انه العرض الخرافي اللي تقدم لريال مدريد اللاعب رفض الانتقال للدور الصيني باعتبار انه هو دائما الدوريات في الصين بكون اللاعب بعد ما خلاص يعني منه خلاص بقى ما قادر على طاوله بقى له سنتين ثلاثه في الملاعب ينتقل للدور الصيني اعتبار انه يستفيد من ناحيه ماليه، ولكن بيل افتكر انه هو اللي بحدد مواعيده، هو قادر على انه يقدم عطاء جيد خلال السنوات القادمه، رفض عرض النادي الصيني وواصل مشوار، ولكن الاصابه اوقفت مسيرته مع الفريق، وكان في امس اكد انه رفض انه ريال مدريد يكشف عن الاصابه لانه هو استفاد من القانون الاسباني اللي بيفرض سريه على التقرير الطبي لاصابات اللاعبين، وبالتالي ريال مدريد لا يستطيع انه يكشف عن اصابه اللاعب مدى حجمها، هي في حته في رجله او كده، ويعني هي بتغيب في فتره قدر شنو، رفض حتى يعني واضح انه جاريث بيل بهذه الخطوه لا يرغب في خفض قيمته التسويقيه حال انتقال لنادي اخر او عدم استمراره مع ريال مدريد بنهايه الموسم. نعم. اذا كانت الاصابه مزمنه اعتقد اللاعب لفتره طويله جدا من الملاعب دي بتقلل من قيمته التسويقيه حسب الوكلاء وادارات الانديه، بالتالي هو بالخطوه دي داري يخلي قيمته التسويقيه في حتتها، يخلي التقرير سري حتى اذا قدر عدنا الملاعب وواصل مشوارهم مع نهايه الموسم مع ريال مدريد ينتقل بحريه في بدايه الموسم القادم بالمبلغ اللي هو يرغب فيه ويكون قيمته التسويقيه عاليه في السوق، خاصه انه هو جال ريال مدريد كان اغلى لاعب في العالم في وقتها. أيوة. طيب نحن نمشي نبدا بالدوريات الايطالي، شايفه في مباريات؟ نعم الدوري الايطالي يمكن المطارده مستمره بين يوفنتوس المتصدر والانتر، الفرق بيناتهم نقطه، اليوفي لم يخسر حتى الان في الدوري، فاز بصعوبه على جنوي في الجوله الماضيه كان ضربه جزاء احرزها رونالدو، وحيواجه اليوم تورينو، ايضا انتر ميلان حيواجه اتلانتا، فيمكن مهمتين سهلات للفريقين في سعيهم للصداره، الانتر السنه متطور جدا مع انطونيو كونتي يقدم في عروض جيده جدا على مستوى الابطال والدوري المحلي، في المطارده مستمره من الفريقين اتوقع انه حققوا الفوز في الجولتين وتستمر في الدوري الانجليزي يمكن اليوم مواجهات صعبه جدا، ليفربول حيواجه استون فيلا، الليفر لعب مباراه كبيره جدا الاسبوع الماضي في سوم النهائي رابطه الانديه المحترفه الانجليزيه امام مانشستر يونايتد، عفوا كان مانشستر يونايتد وتشيلسي لعب مع ليفربول وارسنال، كانت مباراه شهدت 10 اهداف انتهت تعادل وخمس اهداف وكلهم حسمت بركلات ترجيح وكان شاركوا فيها البدلاء، ليفربول يسعى انه فارق النقاط يكون مستمر بينه وبين مانشستر سيتي اللي هو 6 نقاط، مهمته سهله مع استون فيلا، السيتي ايضا مهمته اسهل نسبيا حيواجه ساوثهامبتون اللي لاقوه الاسبوع اللي فات في كاس الرابطه وطلب عليه 3 اهداف، فيمكن اعرف فريق نقاط الضفه القوى في ساوثهامبتون ممكن يتجاوزه ايضا ويكون فارق النقاط مستمر، ايضا مانشستر يونايتد حيواجه بورنموث، مانشستر يونايتد بدا يستعيد عافيته قليلا حقق الفوز على نوريس سيتي في الجوله الماضيه وفاز على تشيلسي القوي جدا في كاس الرابطه الانديه الانجليزيه، ايضا تشيلسي حيواجه واتفورد وارسنال حيواجه ساوثهامبتون
ده في الدوري الانجليزي الممتاز، لكن الدوري الليغا الاسبانيه المنافسه مستمره بين برشلونه والريال، الفرق بيناتهم نقطه وحيده، الصداره لصالح برشلونه. برشلونه هيواجه ليفانتي اليوم، وريال مدريد هيواجه ريال بيتيس. ممكن الطاره تستمر. ايضا اتلتيكو مدريد الثالث هيواجه اشبيليه، الرابع اشبيليه. يمكن اتلتيكو في خلال 4 مباريات عدد 3 مباريات كان ممكن يكون هو متصدر الدوري، ولكن تعثره هيواجه اشبيليه القوي جدا اليوم. ونتوقع انه مهمة الريال وبرشلونة سهلة نسبيا، مباراة برشلونة مع ليفانتي والريال مع ريال بيتيس، المباراة اللي تكون قوية جدا هي بين اتلتيكو واشبيلي. دور الماني يمكن فرق يعني من 95 96 حادثة نادرة جدا، انه 8 فرق يمكن تنافس على الصدارة، الفرق بيناتها من الاول لحد الثامن فرق 2 ل3 نقاط، مباريات مستمرة والاثارة بين الاندية، رغم انه البايرن في المركز الثالث وبوروسيا مونشنغلادباخ هو المتصدر الدوري، والتنافس قوي بين كل الأندية في الدوري. يعني ده أكد إنه فارق النقاط القليل ده بأكد إنه في منافس قوي السنة في البوندسليغا. عثمان الأصباط الصحفي الرياضي والمحلل الرياضي، شكرا لكل ما أفدتنا به من آراء وتحليلات. شكرا لكم، شكرا لمشاهدي الشروق. شكرا لكم، شكرا جزيلا.